بنحب المصاصات، ولو حد جابني مصاصة ببقى مبسوط قوي. بس ايه رأيكم نخلي المصاصة دي كمان وردة وديها هدية لأصحابي؟ يلا بينا نعملها. هنجيب المصاصة وأي ورق ملون عندكم، أي لون تحبه. نعمل ايه؟ فكر اعملها أزرق وهنرسم وردة ونقصها. دي هتبقى طريقة حلوة ادي لأصحابي هدية في نفس الوقت ما اقطفش وردة كده هو. لو عرفنا كمان نعمل وردة صغيرة في النص او حتى دورية. ولزق الدايرة في النص. بعد كده اجيب المصاصة وبالراحة ادخلها في النص. لو معرفتش ممكن اعمل خرم صغير بالقلم الرصاص وبعدين ادخل المصاص. ممكن نعمله بالقلم الرصاص. ندخلها فيها لغاية الاخر. وكده نكون عملنا وردة صغيرة وسريعة. ممكن ازوقها بعد كده احط لها حاجات منقطة، اعمل لها خطوط نقطها، اعمل وردة كمان في النص. ممكن تعملوها الالوان اللي انتوا عايزينها، زينوها زي ما تحبوا. دي هتكون هدية بسيطة وسيمبل جدا جدا لاي حد من اصحابي وهتفرحهم وتخليهم مبسوطين. اتمنى تكون عجبتكم المصاصة بتاعت النهاردة، ويلا تشجعوا وروحوا اعملوها. باي باي.